مشاهدينا الكرام سلام المسيح وبنرحب بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم عبر الكتاب المسيح قام بالحقيقة قام هذه هي تحية المسيحيين الأوائل في القرون الأولى وما زالت إلى يومنا هذا نردد هذه العبارة المسيح قام بالحقيقة قام فقيامة المسيح ليست مجرد حدث عابر حدث في حياة المسيح لكن قيامة المسيح هي روح الإيمان المسيح فالصليب بدون قيامة يبقى نهاية مؤلمة محزنة لكن قيامة المسيح هي التي أعطت للصليب وأعطت لدفن المسيح الروح والحياة فالمسيح مات من أجل خطايانا والمسيح قام من أجل تبريرنا في الحلقة الماضية تكلمنا شوية عن اعتراضات خاصة بصلب المسيح وبدأنا نتكلم شوية عن موضوع القيامة فقيامة المسيح زي ما قلت هي روح الإيمان المسيحي فبدون قيامة لا رجاء وبدون قيامة المسيح لا إيمان وبدون قيامة المسيح لا حتى إيمان في الحياة الأبدية بقيامة الأموات فقيامة المسيح هي جوهر بل هي أيضا روح الإيمان المسيحي لأجل هذا منذ أن بدأت المسيحية وإلى يومنا هذا من أكثر الأمور التي يعني عدو الخير يحاول أنه يزعزع فيها إيمان المؤمنين هي صلب المسيح وقيامة المسيح النهاردة نتكلم شوية عن قيامة المسيح حقيقة أم أسطورة هل قيامه المسيح فعلا حدث حقيقي تاريخي له دلالاته وله براهينه اللي نقدر نستدل بها على حقيقيته ام ان حادث القيامه ما هو الا اسطوره ابتدعها او اخترعها تلاميذ المسيح وانتشرت على مر الزمان وصار الى يومنا هذا المسيحيين مقتنعين بها مع انها ليست حقيقه. ده موضوع حلقتنا النهارده صلب حقيقه قيامه المسيح، قيامه المسيح حقيقه ام اسطوره؟ بنرحب طبعا بكل مداخلاتكم وبكل استفساراتكم بخصوص هذا الموضوع، خطوط التليفونات مفتوحه وبيسعدنا ان احنا نستقبل كل مداخله وكل ايضا سؤال. حقيقه قيامه المسيح ابدا شويه النهارده يمكن شويه هنتناول بعض الامور اللي يمكن بالنسبه لبعض المشاهدين تبقى يعني اكاديميه اكتر فيها نوع من التعقيد اكتر بس انا هحاول اوضح وانا ماشي هذه الحقائق لانها مهمه قوي لانه مش بس انه المشككين في قيامه المسيح من مجتمعاتنا العربية الاسلامية لكن ايضا حركة الالحاد والعقلانية بتزداد في بلادنا فايضا نحتاج ان احنا عندما نقدم حقيقة قيامة المسيح نقدمها بالبراهين التي تدل عليها والتي تؤكدها انها حدث تاريخي وليست اسطورة. اول حاجة لما بيبقى عندي وثيقة أو أو كتاب بيتكلم عن حدث ما كويس إيه بقى المصداقية بتاعة الكتاب يعني أنا عندي الكتاب المقدس بيكلمني عن موت المسيح بيكلمني عن قيامة المسيح كلمني عن شخص المسيح بيكلمنا عن أمور كثيرة لكن مثلا عندي في الأناجيل الأربعة الأناجيل الأربعة بتكلمني عن أن المسيح قام من بين الأموات كويس والأناجيل الأربعة كتبت في القرن الاول الميلادي يعني احنا يعني ثلاثه منهم اتكتبوا قبل سبع سنه سبعين ميلاديه ويمكن انجيل يوحنا اتكتب شويه متاخر او حتى البعض بيحطوا قبل سنه سبعين ميلاديه لكن على الاقل اتكتبوا في فتره لا تتعدى الثلاثين اربعين سنه من قيامه الرب يسوع الوثائق دي اللي بنسميها الوثائق كويس اللي هي الاناجيل هل الوثائق دي يعني التاريخيه اللي بتتكلم عن قيامه المسيح نصدقها لها مصداقيه ولا ملهاش مصداقيه لانه لو ملهاش مصداقيه يبقى الموضوع منتهي لكن هي لو ليها مصداقيه يبقى الموضوع لابد ان احنا ناخده بجديه عشان كده في اي دراسات بتتم على اي كتابات قديمه او اي مخطوطات قديمه او اي كتب تاريخيه قديمه بتتكلم عن التاريخ في هناك امتحان بنسميه امتحان مصداقيه الكتابات الكتابات التاريخيه والكتابات التاريخيه هيستريوجرافي والجايه من كلمتين دي عباره عن مقطعين المقطع الاولاني خليني احط العلامه لحضراتكم هنا المقطع الاولاني بينتهي هنا كويس فهي هستيرو او يعني هيستوري جايه من كلمه هيستوري تاريخ وبعدين كلمه جرافي معناها تو رايت فهي هي الكتابات الكتابات التاريخيه الكتابات اللي بتقدم لي احداث تاريخيه كويس فايه بقى امتحان مصداقيه الكتابات عندي التاريخ كله يعني احنا بنعرف ازاي عن عن بابل بنعرف ازاي عن عن مصر القديمه بنعرف ازاي عن حروب المصريين بنعرف ازاي عن الصراعات اللي كانت موجوده والحروب اللي كانت موجوده عن عن ملوك بابل عن ملوك اشور عن ملوك اسرائيل عن الرومان عن اليونان عن الاسكندر الاكبر عن كل هؤلاء دي دي كلها كتابات بتعود ل يعني الاف السنين فبالتالي هناك اختبار ما يؤكد او لا يؤكد مصداقيه الوثيقه التاريخيه او الكتابه التاريخيه اللي موجوده ايه بقى هذا الامتحان او خلينا قبل ما أبدأ الامتحان اكلم عن شويه عن تعريف الكلمه نفسها اللي هي الكتابات التاريخيه او البعض ممكن يقول على هي التاريخ التاريخ يعني كتابه التاريخ التأريخ أو كتابة التاريخ هو تسجيل الحدث التاريخي. إنه الحدث التاريخي بيتم تسجيله، حصلت حرب مثلا ما بين ما بين نبوخذ نصر وما بين مصر، فالتاريخ البابلي بيسجلها والتاريخ المصري أيضا بيسجلها أو التاريخ واحد من البلدين بيسجلها، غالبا المنتصر هو اللي بيسجلها، المهزوم زمان ما كانش بيسجلها. لكن الكتابات التاريخية هي تسجيل الحدث التاريخي تسجيل للحدث التاريخي هذا التسجيل بيتم بدقة على أساس تقييم المادة المختارة ويخضع أيضا للمعايير للمعايير العلمية فده ده بالنسبة بالنسبة للتاريخ لما نروح بقى للأناجيل هل الأناجيل بقى بتسجل لنا أحداث تاريخية يعني هل هي تسجيل امين للاحداث التاريخيه يعني مثلا ميلاد الرب يسوع معموديته آه، آه، معجزاته آه، آه، التعليم اللي قالها آه، موته دفنه قيامته صعوده هل هي تسجيل فعلا لاحداث تاريخيه تمت في زمان وفي مكان وامام شهود كثيرين ام كما يدعي البعض أنها كتابات أسطورية سميها هنا ميث أو ليجند يعني الميث عبارة عن أسطورة لكن كمان الليجند عبارة عن أسطورة مرتبطة ببطل ما يعني بالذات في الكتابات اليونانية القديمة التركيز يبقى على بطل وعمل حاجات كتير جدا الغرض منها طبعا هل هي مجرد أسطورة أو مجرد أنها آه كتابات خاصة بشخص أسطوري آه غير تاريخي آه الغرض منها تقديم المسيح على أنه ابن الله فالناس تؤمن أن يسوع المسيح هو ابن الله بقى اللي بيصنع معجزات واللي بيقوم واللي بيعمل بيعمل كل هذه الأشياء أم أنها فعلا تسجيل تاريخي لأحداث حقيقية أثنين لحاجة الفرق بين التاريخ وكتابة التاريخ ويسودي يمكن نقطة مهمة قوي نحن نقف عندها لأنه هناك كثير من النقاد للكتاب المقدس بيتناول هذه المعضل المعضلة يجب أن نفرق أولا بين التاريخ هيستوري وكتابة التاريخ اللي هو هيستوري فالاثنين مختلفين عن بعض التاريخ زي ما قلت مرتبط بحدث أحداث حقيقية حدثت في الماضي ده, ده بالنسبة لل للتاريخ أحداث حدثت في الماضي بالنسبة الى التاريخ بقى التاريخ او علم كتابه التاريخ هو اكثر تعقيدا من مجرد ان انت بتكتب احداث يعني اللي بيدرس فينا في الجامعات وفيما بعد في دراسات عليا في التاريخ وكتابه التاريخ يعرف انه كتابه التاريخ امر معقد جدا اكثر من مجرد تسجيل احداث يعني مش بس بيسجل حدث ليا في الماضي يعني مثلا ما يسجليش مثلا معركة حرب أكتوبر مجرد أنها مجرد يعني أمر سهل بالنسبة لا ده أمر معقد جدا وصعب جدا وبيدخل فيه أساليب كثيرة هتكلم عنها لأنه ده بيوضح لنا بعض الأمور المرتبطة بالكتاب المقدس فهو يشمل ليس فقط تسجيل بل التفسير يعني بعض الكتابات لما بتكتب عن التاريخ مش بتكتب بس الحدث لكن تكتب أيضا تفسير الحدث كويس لهذه الأحداث وترتيبها ترتيب موضوعي أحيانا ويمكن أن تكتب أكثر من من أسلوب يعني مثلا لما نيجي لحياة الرب يسوع ونقرأ مثلا إنجيل متى كويس آه إنجيل متى بيبدأ بميلاد بي الرب يسوع وبيبدأ بعد كده بيكلمني عن عن معمودية الرب يسوع، وعن التجربة بتاعته، ويكلمني عن الموعظة على الجبل، وبعدين يبدأ يكلمني عن معجزات وآيات عملها، وبعدين يديني كمان كم أصحاح مليانين من التعليم، وبعدين يديني أصحاحات تانية مليانة بالمعجزات، وبعدين يكلمني عن يعني في الآخر يكلمني عن الصلب وعن القيامة. هل الترتيب أه ترتيب زمني بس أيضا هو ترتيب موضوعي. بيرتب الاحداث ترتيبا موضوعيا عشان كده ممكن تلاقي متى حاطط احداث قبل احداث يعني ليه؟ لانه ترتيب متى ترتيب موضوعي وبيرتبط و... بالموضوع هو اوقات بيرتب حاجات تاريخيا تحت بعض لكنه الاكثر اللي بيخليه يكتب انه الموضوع نفسه هو عايز يقدم يسوع المسيح الملك ابن داود بحسب الجسد المسيا المنتظر عشان كده مثلا متى من اكثر الاشخاص اللي بيقول كما قيل بالانبياء يعني بيرجع ويؤكد تحقيق النبوات في شخص الرب يسوع فده موضوع مهم اوي لانه كتابة التاريخ زي ما قلت ليست مجرد بس مجرد كتابة حدث لكن ايضا بتشمل تفسير الحدث بتشمل ترتيب الحدث بترتيبات تحت موضوعات معينة وبيتكتب بأكثر من اسلوب انا بس عايز حضراتكم تبقوا معايا ويعني و... و... مستركزين لان انا عارف الماده اللي بتتقدم شويه ماده يمكن البعض يقول دي ماده شويه معقده بس هي فعلا مهمه قوي لفهمنا لكتابه التاريخ في الكتاب المقدس هناك بقى اكثر من مدرسه في كتابه التاريخ او التاريخ وده موضوع مهم قوي لانه بيوضح لنا زي ما قلت ازاي الكتاب المقدس اتكتب اول حاجه في كتابه التاريخ بنسميه الاسلوب التوثيقي يعني ايه اسلوب التوثيق او زي بيسموه بالانجلش دوكيومنتري تايب اوكي الـ الـ الاسلوب التوثيقي ده جايه من كلمه توثيق المعلومه يعني انك بتوثق هو يهتم بتسجيل الحدث ويهتم بتغطيته من حيث مثلا لو بيتكلم عن حرب آآ آآ لماذا قامت الحرب؟ يعني مثلا هنتكلم عن الحرب العالميه الثانيه، ليه الحرب العالميه الثانيه قامت؟ كويس؟ مين اطراف الحرب العالميه؟ من المنتصر؟ واين؟ ومتى؟ وعدد الجنود؟ وعدد المعارك؟ ويعني والمدن التي دمرت فهو بيوثق الاشياء كويس بيوثقها بي بيكتب توثيق للحقائق التاريخيه وطبعا عندنا كتابات كثيره زي كده في ال العهد القديم والعهد الجديد انه توثيق للحقائق التاريخيه. نيجي للنقطه الثانيه على الاسلوب الثاني اللي بيتبع في كتابه التاريخ مش بس الاسلوب التوثيقي لكن كمان الاسلوب التحليلي المنطقي، يعني واحد بيكتب تاريخ بس بيحلله بطريقه منطقيه يعني وبيسموه اكسبليكتيف تايب. وده اسلوب تحليلي منطقي للحدث نفسه، هو بقى لما يجي يسجل عن الحرب العالميه الثانيه مش بس بيسجل مين ومتى وامتى وفين وازاي وكل الحاجات دي، لكنه بيكلمني كمان عن نتائج الحرب من الناحيه الاجتماعيه، يقول لي الحرب مثلا عملت ايه اجتماعيا؟ الحرب عملت ايه سياسيا؟ الحرب عملت ايه اقتصاديا؟ ازاي دمار المدن وخراب المدن ادى الى ازمات اجتماعيه وادى الى ازمات سياسيه. ده النهارده لما بنتكلم عن التشرد اللي حاصل للشعب السوري نتيجه الحرب او للاخوه العراقيين او للاخوه الليبيين او لليمن، لما بنيجي نتكلم عن هذه الحروب النهارده حتى لو جيت اوثقها اتكلم عنها انا لازم اتكلم عن اللاجئين لازم اتكلم عن الصراع اللي حاصل لازم اتكلم عن الازمه الاقتصاديه اللي حصله لازم اتكلم عن أنا اقدم مش بس الحدث التاريخي لكنه بقدم ايضا تحليل منطقي لنتائج الحدث نفسه وده طبعا موجود ايضا في كتاب المقدس كتير جدا يعني بيكلمني عن الحروب اللي حصلت وعن الازمات اللي حصلت وعن يعني ما يكلمني عن مثلا الحصار اللي حصل على مدينه اورشليم وادى ازاي الى نواحي سياسيه واجتماعيه واقتصاديه آه وازمات آه كتيره جدا آه آه بيتكلم عنها كتاب المقدس فبعرف انه القصه دي مكتوبه بهذا الحدث التاريخي ده مكتوب بهذا الاسلوب الاسلوب الثالث بقى في كتابة التاريخ هو اسلوب القصصي او الشعري يعني ده بواتيك تايب وده من اشهر الاساليب اللي موجوده في الكتاب المقدس انه لما بيكتب القصه او بيكتب الحدث بيحطه في قالب قصصي وبيحطه في اسلوب شعري ليه؟ لانه زمان الناس كانت بتحفظ بالقصه كانت يعني التعليم كان بيتم عن طريقه التعليم الشفهي فالمعلومه بتتنقل من جيل الى جيل كويس ولما بتتحط بطريقه شعريه بيبقى الشخص قادر على حفظها قادر على انه يقولها قادر على انه يسترجعها في فكره كويس يعني مش بيتكلم له عن تاريخ بقى ويقول له اليوم الفلاني في التاريخ الفلاني في السنه الفلانيه حصل كذا لكن بيحطها له في قالب يسهل عليه جدا انه يتفاعل معها ويتعلم منها وده هدف الكتاب المقدس ان كل الاحداث التاريخيه اللي سجلت في الكتاب المقدس لم تسجل لغرض مجرد بس انها تاريخ لكنها كل ما كتب كتب من أجل تعليمنا نحن يعني كل الروح القدس اللي كتبوا لنا وسجلوا لنا من خلال أحداث كثيرة جدا على مدار التاريخ البشري كتب من أجلنا نحن من أجل تعليمنا فبالتالي لما بقرأ القصة أنا بتعلم منها وتفاعل معه يعني لما بقرأ عن الطوفان أنا بقرأ قصة تاريخية بتعلم منها وبتفاعل معها مع إنها مكتوبة بطريقة يعني ليست الطريقة اللي هي التوثيقية المعتاد عليها لكنها كل ما قيل فيها هو صدق لكنها صيغة أو صيغة بأسلوب سهل قوي على المستمع أنه, إنه يتفاعل معاه طيب عندنا مداخلة ناخد الأخ جمال من السودان ألو الو مساء الخير مساء النور شلونك اخلي اهلا وسهلا بحضرتك اتفضل اتكلم حضرتك يعني انت على الهواء ايوه مساء الخير مساء النور مساء الخير اتفضل حضرتك انا سامع معجم جاي من جبال النوبه اهلا وسهلا يا اخي جمال جمال اه نعم نحن يعني في الحقيقه يعني عندنا هنا في جبال اللغه يعني احنا عايشين مسيحيين وعندنا مسلمين ومسيحيين فانا عندي يعني اخواني يعني, يعني مسيحيين لكن انا انا حقيقه مسلم يعني ايوه تفضل سامعك فا بس في حاجه واحده بس يعني في خط يعني حسب بين المسلم وبين المسيحي هو القيامه أيوة. القيامة دي القيامة الأولى والقيامة الثانية فدي جاتة هي يعني باقي لنا هي مشكلة فدارينا نحن التوضيح اللي يعني الدخل الزول يكون يعني يكون عنده الحقيقة الواضحة يعني قدامه فما أعرف ليه يعني مثلا يقول المسيح مثلا يعني في يعني هو طلب الصليب هو هو بنفسه طلب الصليب صح؟ كمل كمل حضرتك نعم بيقول هو طلب بنفسه طلب الصليب طيب ليحمل الخطايا. مم. لكن احنا في الاسلام طلع عكس ذلك، لكن طيب اذا كان هو مثلا هو, هو بيحمل الخطايا وهو البحاسب الحاسب البحاسب على الذنوب وهو يحمل الخطايا من 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 المجرم ف بدايه يطلب الصليب كان يقول للناس غفرت لكم وما وما يكون خلاص الموضوع انتهى يعني كلها اذا الحته يعني بس فيها طيب انا 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 حابب اسال حضرتك سؤال هسال حضرتك سؤال كويس لنفترض لنفترض ان انت قاضي عادل كويس نعم بتحكم بحسب القانون اللي موجود قدامك والقانون والقانون بيقول انه الجريمه الفلانيه اذا تمت قدامها العقاب الفلاني كويس وانا وانا كشخص قمت وارتكبت الجريمه دي او ارتكبت الخطا ده كويس وجيت قدامك جيت قدامك انا مذنب معترف بذنبي وكل الادله بتقول ان انا عملت الخطا ده لو انت قاضي عادل لو انت قاضي عادل هتقول لي روح البيت هتقول لي ايه؟ هت... اذا كان كنت مثلا انا انا القاضي اه انت انت اخطات في حقي انا ذات. لا أنا سيبك 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 انت حاجة. سيبك انت من سيبك انت من حقي انا اخطات في حق القانون الاول كويس؟ انا اخطات في حق القانون اه هتقول ما لي ما ايه؟ بالظبط هتم هت... 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 لازم تجري العدل صح؟ ما. كويس؟ فده بالظبط ده بالظبط ده بالظبط بالظبط ده بالظبط اللي في الكتاب المقدس انه انه الله قال انه اجره الخطيه موت كويس فما ينفعش الله اللي قال اجره الخطيه موت وحط هذا القانون الالهي العادل ان اجره الخطيه موت انه لما الانسان يخطئ آه يقول له طب خلاص بقى روح يعني آه آه انا مسامحك يبقى الله مش عادل هو ممكن يبقى حتى المحبه بتاعته موضوع شك لازم الله يكون عادل 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 والله في نفس الوقت محب 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 ازاي بقى لا. ازاي بقى العدل والرحمه دول يجتمعوا مع بعض هو ده موضوع الصليب هو ده هو ده لب وقلب طيب ما هو الصليب إن الله طيب الله, طيب. الله. طيب. انا عندي نقطه بسيطه نقطه بسيطه كده نقطه بسيطه لو سمحت يعني ايوه اتفضل طيب. البي حاسب من البي حاسب الخطية دي البي دي بيحاسب بها مين بيحاسب بها بيها الانسان البي حاسب هو نفسه صالب نفسه ده بص شوف بقى ازاي دي, دي 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 النقطة الجميلة جدا في الايمان المسيحي انه انه انا أنا وانت كمخطئين كبشر مخطئين نستحق لا تل... نحن نعم نستحق ما احنا نستحق الموت صح لا. احنا نستحق الموت ومن ما في والله الله بيكون عادل لو انه يعني ارسلنا للموت اكمل اكمل بس كده الله هيكون الله هيكون عادل الله هيكون عادل لو احنا متنا ده عدل الله لكن الله في نفس الوقت محب فهو حمل خطايانا على الصليب هو ناب عنا بقي نائب عني وعنك ينوب عني وعنك في حمل الخطيه فحمل خطيانا هو اجره الخطيه شالها عني. كويس؟ زي ما يكون قاضي مثلا ابنه اتحكم عليه انه لازم يدفع غرامه ألف جنيه كويس؟ وابنه مش معاه فلوس فالقاضي يدفعها من جيبه فهو اتكلفها من جيبه علشان يسدد دين ابنه. فبالظبط ده اللي عمله المسيح انه المسيح حمل خطايانا على الصليب علشان ينوب عني وعنك لان اجره الخطيه هي موت. وبالتالي اظهر لينا محبه الله للانسان فالمحبه والعدل الاثنين اجتمعوا مع بعض في صليب يسوع المسيح. ودي النقطه الجوهريه في الخلاف حول الكفاره وفي مفهوم الاسلام ومفهوم المسيحيه انه الله عادل ولا يمكن ابدا انه يتخلى عن عدله اذا الله لم يكن عادلا فهو ايضا في نفس الوقت ليس محبا لانه صفات الله يا اما تكون موجوده كلها يا اما ما تكونش موجوده كلها فاذا قلت ان الله عادل يبقى الله لابد انه قال اجره الخطيه موت انه الانسان يموت الله في نفس الوقت محب يريد ان الانسان يحيا فبالتالي اوجد طريقا به يتنفذ العدل ويتقابل العدل مع المحبه وهذا هو صليب يسوع المسيح. طيب طيب عندي سؤال بسيط كده. بسيط اه تفضل يعني حاجه بسيطه كده اي حاجه بسيطه طيب اذا كان المسيح نفسه غفر للمؤمنين غفر لهم خطاياهم من غير ما ينقلب او يعزمهم كان في حد حيحاسبه كويس المسيح المسيح غفر خطايا الناس على اساس الذبيحه اللي هيقدمها على عود الصليب. على اساس ذبيحته هو على اساس موته هو لانه بدون سفك دم لا تحصل مغفره. فلانه هيموت على الصليب غفر للناس خطاياهم على اساس كفاره المسيح. ويقول الكتاب انه دم يسوع المسيح معروف سابقا قبل تاسيس العالم يعني المسيح من زمان وهو في فكر الله هيجي في الوقت المعين علشان يموت ويذبح من اجل خطايانا فكل الخطايا اللي غفرت في العهد القديم وكل الخطايا اللي غفرت ايضا في وقت المسيح المسيح غفر خطايا الناس غفرت على اساس الذبيحه اللي هتقدم على الصليب يسوع المسيح عندما يرفع على عود الصليب. لانه بدون سفك دم مش ممكن ابدا تحصل مغفره. <applause> وهو طيب. آه الوحيد اللي بلا خطيه اللي ينوب عني وعنك. طيب طيب بس بس اه اتفضل طيب طيب هو قدم نفسه للصليب طيب الذبيحه دي كان ممكن يعني لو اصلا يعني حتى الانسان لو لو في نفسه ما بيأذي نفسه بيأذي يعني في ما دام انا يعني الخالق هو قادر انه يخلق ممكن يذبح اي شيء يعني اي حاجه الذبائح الذبائح اللي عندنا العام آه موجودة دي او حتى آه آه لو كان انسان يعني امر بذبحه يكون ظلم لكن يذبح نفسه و دي يعني بيكون فيها يعني يعني كل الغفر للناس دي ما ما في حد هيحاسبه اوكي أو إيه انا 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 اسالك سؤال بردو آه، انت لا. ممكن تضحي بحياتك من اجل اولادك ولا لا لا ممكن تضحي بحياتك من اجل اولادك اي جدا اوكي ممكن. ممكن. ف... فاحنا احنا كبشر احنا ممكن انا لو في مثلا اتنازل عن اوكي لو لو شفت لو شفت ابنك لو لو شفت ابنك في خطر كويس لو شفتوا بيعدي الشارع لو شفته بيعدي شارع وفي عربيه جايه كويس سريع قوي وبعد الشر هتخبط ابنك بتعمل ايه ها انت انت نفسك نفسك بتصير عندك كويس رخيصه مقابل ان انت تضحي بحياتك انك تنقذ ابنك فما بالك الله محبته لينا الله الكامل في محبته احنا البشر يقول الكتاب عننا انه ان كنتم وانتم اشرار تعرفون ان تعطوا اولادكم عطايا جيده فكم بالحري ابوكم السماوي اللي هو بقى بار وقدوس ومحبته كامله من اجل الانسان فالله في محبته ودي ده ده برهان دي حاجه مش ضد المسيحيه دي حاجه بتاكد الايمان المسيحي وبتعظم الايمان المسيحي انه الى هذه الدرجه الى هذه الدرجه المسيح احبنا للدرجه انه وضع نفسه من اجلنا على عود الصليب هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد طيب طيب عندي بس حاجه بسيطه و... طيب ناخد الحاجه البسيطه دي و... و... وبسرعه علشان بس الوقت البرنامج جدا في حاجه هقول انك سريع كده انا انا ممكن اجري والعربيه تطب وهو ممكن اكون بحيط انا لا أنا لكن الله سبحانه وتعالى له القدره وله لا ايوه صح وعلش... وعلشان وعلشان كده وعشان كده قدره الله وعشان كده قدره الله كلها انا هختم بس بالتعليق ده قدره الله كلها ظهرت في احداث الصليب احداث الصليب ليست احداث بشريه يعني مش الناس مش المتحكم في كل الاحداث كان يسوع المسيح هو عارف الوقت عارف المكان، عارف الزمان، عارف الناس، عارف اللي هيعملوه ايه، هو 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 سيد الموقف حتى وهو على الصليب، سلطانه الكامل على احداث الصليب بتؤكد لينا انه هذا الشخص الذي رفع على الصليب لم يكن مجرد انسان لكنه الكلمه المتجسد يسوع المسيح. انا بشكرك بشكرك من اجل اتصالك ومداخلاتك ولو تركت لينا تليفونك ايضا ممكن نتصل بيك ونكمل ايضا حديثنا عن هذا الموضوع المهم طيب اكمل اكمل جزء وبعدين ناخد مداخله اخرى احنا اتكلمنا عن هرجع مرة تانية حضراتكم إلى المدارس المختلفة في كتابة التاريخ ومش عايز حضراتكم تنسوا أنه هناك ثلاث مدارس لأنه بعض النقاد بيقولوا لنا أول لما يقروا الكتاب المقدس يقولوا الكتاب المقدس مش كتاب تاريخي ليه؟ لأنه مش مكتوب بالأسلوب التاريخ الحديث يعني مكتوب شعرا ومكتوب نثرا ومكتوب قصصا فبالتالي بما أنه مش مكتوب بالطريقة الحديثة للكتابة التاريخ يبقى الكتاب ده غير تاريخ أو حاجة تانية يقولوا عليه بما, الكتاب بما أن الكتاب المقدس مليان معجزات يعني شق البحر المية البحر النهر النيلي اللي يتحول إلى دم الضربات اللي حصلت الطوفان معجزات الرب يسوع تدخل الله مرات كثيرة في التاريخ البشري بما أنه بيتكلم عن المستحيل كويس؟ والتاريخ يتناول الم... يتناول سوري بما انه يتناول الامور المستحيل حدوثها والتاريخ البشري يتناول الامور الغير مستحيله يعني الامور السهله فبالتالي بما انه مليان معجزات وامور خارقه يبقى دوا مش تاريخي. ده طبعا نقد غ... خاطئ وغلط ليه؟ لانه بيحاول يطلع الله من الصوره. بيحاول يطلع الله من التاريخ وكان الله ليس هو سيد التاريخ مع انه الكتاب المقدس بيقول لنا ان الله هو المتحكم في مملكه الناس هو صاحب الكلمه الاولى والاخيره وان كل التاريخ البشري بكل ما فيه من احداث انما يسير في اتجاه واحد وهو انه الى ملء الازمنه حتى يكتمل كل شيء ويكون الله وحده الذي له المجد والسلطان الى ابد الابدين. فدول الثلاث أساليب لكتابة التاريخ معايير الأصالة بقى لما أجي بقى طبعا عندي وثيقة اتكلمت عن عن موت المسيح عندي متى وعندي مرقس وعندي لوقا وعندي يوحنا اتكلموا عن أحداث تاريخية اتكلمت عن موت المسيح طبعا الأحداث دي لو قارناها بالقرآن وده أمر يعني يمكن اتكلمنا فيه كتير وتناول الكثيرون الحديث عنه انه الكتاب المقدس في كلامه عن الصليب بيتكلم بطريقة جميلة ومليانة بالشهود ومليانة بالتفاصيل الدقيقة جدا عن صليب المسيح وقيامة المسيح لكن لو جينا الى القرآن بيديني بس مجرد statement بيقول لي انه الستيتمنت ده عليك انك تقبله انه ما صلبوه وما قتلوه، طب يا عمي قل لي مين دول، طب قول لي شهود، قول لي تاريخ، قول لي زمان، قول لي مين اللي كان موجود وشاف الاحدادي، قول لي مين اللي شبه له، كل الحاجات دي ما بيجاوبش عليها خالص آآ آآ الاسلام، لكن هو عايزني اقبل مجرد ستيتمنت اقرار كده انه ده وبس هو ده، يعني حتى حتى الديكتاتوريه وعدم استخدام العقل في تحليل الامور يعني بيجبرك عليها لكنه لما تيجي للكتاب المقدس تجد انه الكتاب المقدس بيتناول الموضوع ده من نواحي متعدده ودايما دايما تعرفوا الحقيقه دي الانسان الصادق ما يخافش ان يقول تفاصيل دقيقه الانسان الصادق ما يخافش يقول تفاصيل دقيقه الانسان الغير الصادق يخاف يقول التفاصيل الصغيرة لأن التفاصيل الصغيرة هتكشفه فبالتالي ما يقولش التفاصيل الصغيرة كويس لكن الكتاب المقدس لأنه صادق بيكلمني عن تفاصيل صغيرة جدا بيكلمني عن حتى الرب يسوع وهو على صليب قال إيه وعطش وإيه اللي عملوا الجنود الرومان معاه ورد فعل اللي كانوا موجودين تحت والتريقة اللي حصلت واللي خدوا ثيابه واقترعوا عليها وكل التفاصيل دي بيكلمني عنها وكل ده والقبر والصليب ومين صاحب القبر وايه اللي حصل والمريمات عملوا ايه يوم الحد الصبح ومين اللي راح هناك وشاف ايه والحجر اتدحرج ازاي ومين الملاك اللي كان موجود والمسيح قال ايه لمريم والمسيح ظهر لتلاميذه كل التفاصيل دي بيكلمنا عنها الكتاب كويس فيعني اجي في الاخر اقول ايهما صادق طب انت قلت لي عباره وما ولا برهان ولا برهان وعايزنا أصدقك اما الكتاب المقدس فقال لي حدث تاريخي وقدم لي عشرات بل مئات البراهين اللي تؤكد على انه تاريخي يبقى انهي واحد هو الصادق طيب قبل ما اخد معايير الاصاله والصداقه في مداخله من ابو مهند من اردن مساء الخير مساء النور اهلا وسهلا بحضرتك المسيح قام بالحقيقة قام تحية محبة للأخ آآ آآ تعليقي على كلمة أو أسئلة الأستاذ جمال أيوة بقول لك الافتداء معناه الاشتراء وثمن الفداء معناه الثمن المعادل للشيء المشترى تماما يا. ان كان كامل اخطا وخسر كل شيء مم. والانسان الكامل الذي تطوع الان ليموت قد ادى الثمن التام لابتداء الجنس البشري مم. لم يكن يسوع خاطئا لانه لم يرتكب خطيه على الاطلاق صح. فلماذا يموت القديس بولس يجيب على هذا السؤال بقوله ان المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب وزاد القديس يوحنا على هذا ما ياتي وهو قد لخطايانا ليس لخطايانا فقط بل لخطا كل العالم ايضا. رساله يوحنا الاولى yeah. اصحاح ثلاث عدد اثنين. آه. آه. لانه هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به. بل تكون له الحياة الأبدية. آمين شكرا. آدم الثاني اللي هو المسيح م. فدا آدم الأول وذريته. آه فدا إنسان كامل أخطأ إنسان كامل قام بفعل الفداء. شكرا. و... شكرا يا أبو مهند على هذه المداخلة ورب يبارك حياتك. معايير بقى الأصالة أو المصداقية اللي هي الكريتيريا بتاعت أصالة آه شيء. آه يعني النهارده لو يعني لو شفت آه مثلا صوره، آه آه صوره الموناليزا. آه ازاي اعرف ان الصوره دي هي الصوره الاصليه؟ هي الصوره الاصليه. كويس؟ لانه موجود في السوق آه عشرات الصور اللي هي غير اصليه. آه ف اللي هي التقليد فازاي اعرف ان الصوره دي صوره آه اصليه برضو نفس الحكايه لما اجي الى حدث تاريخي كويس آه حدث في التاريخ وحد كتب عنه ازاي اعرف انه اللي كاتب دون كاتب آه اصيل كاتب يعني آه شاهد عيان انه الحدث دون مش حدث مفبرك مش حدث مخترع من الناس لكنه فعلا حدث تاريخي وحدث بهذا الاسلوب في هناك آه طبعا ويليام كريج يعتبر واحد من أعظم المدافعين عن الإيمان المسيحي في القرن الواحد وعشرين وهو أستاذ الدفاعيات في جامعة بيولا بكاليفورنيا ومن أكثر الأمور اللي اتكلم عنها ويليام هي موضوع قيامة المسيح فقال لنا أن هناك ثلاث أشياء لابد أن يتوافروا في من حيث الكراتيريا او السمات الخاصه بالاصاله او مصداقيه الحدث. ثلاث حاجات مهمين قوي الاول حاجه الشهادات المتعدده، هناك شهادات متعدده يعني مش بس شاهد واحد لكن عندنا شهادات متعدده. زي مثلا لو خدنا القران، القران شاهد واحد بعباره واحد ما عندوش حاجه ثاني، كويس؟ لكنه ما عندوش اي ادله اخرى على اثبات عدم صلب المسيح، غير غير اللي قال. لكن لما اجي مثلا لصلب المسيح وقيامه المسيح، انا بجد هناك ادله كثيره، يعني مش بس في صلب المسيح ادله كتابيه، لكن كمان ادله من بره الكتاب المقدس، سواء مؤرخين رومان او كتاب يهود زي يوسيفوس او غيره. فانا عندي شهادات متعدده عن الحدث نفسه. لما اجي مثلا لحادث آآ خليني مثلا اخذ الحرب العالميه الثانيه عندي شهود كثيرين يقدروا يتكلموا عن هذا الحدث التاريخ شهادات متعدده عن عن الحدث الحاجه الثانيه انه هذه الشهادات بتمتاز بانها هناك تماسك بين النقاط الاساسيه في الموضوع يعني هناك زي ما نسميها احنا كوهيرنس يعني تناغم انه ما فيش واحد بيناقض بيناقض الثاني في في الامور الاساسيه الجوهريه اا, آآ فكل بيكتب الاربع اناجيل كلمونا عن المسيح مات الاربع اناجيل كلمونا عن المسيح قام دي ده 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 الموضوع الاساسي ده المحور الموضوع اللي اتناولوه وبعدين هناك ايضا نوع من التباين بنسميه ديسيميلاريتي يعني يعني في 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 شويه اختلافات ما بين في التفاصيل ما بين الاناجيل الاربعه ودايما يقولوا لنا انه لو مجموعه حابه تكذب لازم يتفقوا على التفاصيل كويس يعني لو لو في مثلا ثلاثه اربعه قاموا بعمل سرقه او او اي حاجه وعايزين يضحكوا على المحقق بيتفقوا قبل ما نخش للمحقق هنقول ايه خلينا نتفق على التفاصيل واحد اتنين تلاتة عشان ما حدش فينا يقول حاجة عكس تاني والمحقق الشاطر بقى بياخد كل واحد على جنب ويحاول انه يسأل اسئلة تظهر التب... تظهر انه انه التلاتة دول فعلا فبركوا القصة لكن هناك تباين يعني مثلا ممكن يوحنا يركز على مريم المجدليه بينما لوقا يقول مريم المجدليه ونساء اخريات يعني ده مش بيلغي ده ولا بيختلف مع ده بس نقطه التركيز نفسها مختلفه فهناك نوع من التباين يبقى عندنا شهادات متعدده عندنا تماسك الموضوع وعندنا ايضا تباين في بعض التفاصيل خلوني اخد جزء جزء من دول ونحللهم مع بعض علشان دول مهمين قوي في ادراكنا لحقيقه القيامه لما اجي مثلا الشهادات المتعدده، شهاده اول حاجه شهاده المسيح عن قيامته، المسيح اكثر من ثمان مرات في الاناجيل قال انه ابن الانسان يقوم في اليوم الثالث، في كل مره كان بيتكلم فيها عن صلبه يقول انه ويقوم في اليوم الثالث. يعني وليه سلطان ان اضعها، لسلطان سلطان اخذها، ويتكلم عن الهيكل انه ينقض في ثلاثه ايام و في ثلاثه ايام انقضه واقيمه الى اخر هذه الشهادات، عندنا ثمان مرات في الاناجيل ذكرت حقيقة قيامة المسيح من المسيح نفسه. كمان شهادة المسيح عن قيامته بعد الحدث، يعني احنا عندنا شهادات المسيح عن قيامته قبل الحدث، وعندنا شهادات المسيح عن قيامته بعد الحدث، يعني ظهر لمريم وظهر للتلاميذ وظهر للتلاميذ من غير توما ومع توما وظهر أيضاً لبطرس وزهر يعني ظهورات المسيح المتعدده وتاكيده على قيامته من بين الاموات وحتى شهاده الملاك والجنود الى اخره كلها شهادات متعدده بتؤكد على انه المسيح قام من الاموات. كمان شهاده الاناجيل الاربعه، الاناجيل الاربعه بتشهد لي يعني عندي متى 28 وعندي مرقس 16 وعندي لو 24 وعندي انجيل يوحنا اصحاح 20 الاربع انجيل بيتكلموا عن حقيقه انه ليس هو ها هنا لماذا تطلبون الاحياء الحي بين الاموات ليس هو ها هنا لكنه قد قام قيامه المسيح بيشهد شهاده الرسل بقى. لما نيجي عن وعظ الرسل في اعمال الرسل في اصحاح ثلاثه اثنين واصحاح ثلاثه اصحاح اربعه واصحاح 10 و17 و26 وكل الرسائل بتاعه العهد الجديد حتى سفر الرؤيه بيتكلم عن قيامه المسيح. كلها دي شهادات متعدده. شهادات لشهود عيان مختلفين اتكلموا عن آآ... آآ... الـ... قيامه المسيح وبولس الرسول بيقول لنا في كورنثوس الاولى واصحاح 15 انه الرب يسوع ظهر ايضا لاكثر من 500 اخ وبعدين يحط لنا عباره يعني جميله ورائعه وتاريخيه اكثرهم باق الى الان يعني ايه بولس يعني ليه 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 بتحط العباره دي عايز يقول انه لو انتم مش مصدقيني روحوا اسالوا شهود العيان الذين ما زالوا احياء الى يومنا هذا اكثرهم باق الى الان روح اسالوهم عن قيامه المسيح لان دول شهود عيان ظهر لهم الرب يسوع له كل المجد ففي شهادات متعدده في الكتاب المقدس عن ظهور المسيح وقيامته من بين الاموات يعني وليس حلم وليس رؤيا وليس مجرد اللوشنز او هلوسينيشنز يعني خزعبلات الناس مصدقاها لكنها حقيقه تاريخيه التماسك بقى انه لما بنيجي ندرس الاناجيل الاربعه بنعرف انه هناك خمس موضوعات اساسيه مرتبطه بهذا الامر اتفق عليها الاناجيل الاربعه كلهم ايه بقى الموضوعات دي اول حاجه جيل الاربعه اتفقت على انه المسيح صلب في عيد الفصح ودي حقيقه تاريخيه مهمه أوي ليه لانه المدينه كانت مكتظه بالمعيدين انتوا عارفين يعني بالنسبة لليهودي كان هناك ثلاث أعياد في السنة لابد أنه كل ذكر عنده أكثر من عشرين سنة كان المفروض أن يروح هذه الأعياد فالناس جاية من كل مكان الناس جاية تحتفل بعيد الفصح في مدينة في مدينة أورشليم والمدينة مكتظة بالسياح وبالمعيدين وبالمحتفلين بعيد الفصح فالمسيح مات يوم الفصح كويس الحقيقة الثانية بقى المسيح دفن ودفن في قبر يوسف الرامي، دي حقيقه مهمه قوي يعني بتضاف الى حقيقه ان المسيح مات يوم العيد، انه يوسف الرامي لم يكن شخصا عاديا، يوسف الرامي كان شخصا قائد من القاده قاده اليهود الكبار يعني كان اللي هيئه القضاء العليا الدينيه في اليهوديه اللي هي مجمع السنهدريم متكونه من 72 شيخ كان هو واحد من هؤلاء يعني كان هو يعتبر من الـ الـ الصفوه بتاعه المجتمع فقبره معروف وشخصه معروف وعائلته معروفه ويعني يوسف مش شخص نقول انه يعني أه مستخبي بين الناس يوسف كل الناس تعرف لو دخلت مدينة أورشليم تسأل عن يوسف الرامي أقول لك أهو ده, ده يوسف الرامي من من قادة الشعب بعد الحقيقة الثانية بقى اللي اتفق عليها الأربع أناجيل أنه بعض النساء ذهبنا إلى القبر فجر الأحد فرأينا الحجر مدحرجا وجسد المسيح ليس فيه دي بقى الحقيقة اللي, اللي بيذكرها الأربع أناجيل إنه النساء ذهبنا فجر الأحد لقيوا الحجر مدحرج وجسد المسيح ليس موجود. دي حقيقه ذكرت في الاربع اناجيل كويس الحقيقه الثالثه بقى اللي اتفق عليها ايضا الاربع اناجيل انه الملائكه قالوا للنساء ان المسيح ليس في القبر بل قام من بين الاموات انه انه جت لهم رسالة وصلت لهم رسالة من خلال الملاك انه المسيح ليس في قبر لما قعدوا يبكوا وانزعجوا والى اخر هذه الامور لانهم لم يجدوا السيد. فالملاك قال لهم انه المسيح قام. الحقيقه الرابعه المسيح نفسه ظهر للنساء المذكورات وطلب منهن ان يخبرن التلاميذ انه قام. المسيح نفسه مش بس الملائكة أخبرتهم بقيامة المسيح المسيح نفسه ظهر ليهم حتى أنه مريم من كتر البكاء ظنت أنه البستاني وأول منادة اسمها ردت عليه قالت له رابوني الذي تفسيره يا معلم فالتلاميذ النساء تقابلوا مع المسيح المقام عند عند القبر حاجة الخمسة الحقيقة الخمسة إن التلاميذ أنفسهم رأوا المسيح وتحدثوا معه أفرادا وجماعات، يعني يعني مرات ظهر لبطرس وظهر ليعقوب و و ومرة ظهر للتلاميذ مع توما تلاميذ مع توما ومرة ظهر لهم للتلاميذ من غير توما، فظهر لهم أفراد وظهر لهم أيضا إيه؟ جماعة. ظهرات المسيح، ده بيتفق عليها الأرض فعندي الخمس حقائق دول بيتفق عليهم الاناجيل بتتفق على هذه الحقائق وده اللي بنسميه الكوهيرنس او التماسك في القصه نفسها، مفيش واحد فيهم بيناقض هذه الحقائق الخمسه، ان المسيح مات، ان المسيح دفن، ان المسيح لم يكن في القبر صباح الاحد، ان المسيح ان النساء قال لهم الملاك انه المسيح قام، ان المسيح تحدث مع النساء عند بعد قيامته ان المسيح ايضا تقابل مع تلاميذه بعد قيامته. دي حقايق يعني نسميها ستريت فورورد كده حقيقة واضحه جدا بيتكلم عنها الاناجيل الاربعه. طيب ايه بقى التباين؟ ايه بقى الديس سيميلاريتيز اللي موجوده بين الاربع اناجيل؟ ممكن مره نجد مثلا في اختلاف انه واحد بيركز على مريم المجدليه، التاني بيقول لا انه مريم المجدليه وكان معاها نساء ام يعقوب وسالومي ممكن نجد ايضا واحد بيقول لنا انه قابلهم ملاك بره، التاني بيقول لنا لا كان في ملاكين قاعدين جوه ده 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 التباين ده مهم قوي لانه التباين ده يعني دليل على بعض الامور الهامه. اول حاجه التباين والاختلاف في بعض التفاصيل الصغيرة بين الأناجيل الأربعة هذا التباين بيدل على حقيقتين مهمين قوي كويس أول حقيقة أنه يد التحريف لم تمتد إلى هذه الأقوال يعني يعني لو مثلا الأقوال دي موجودة واحنا بقى عايزين نحبك بقى الموضوع بحيث انه يعني الاخوه المسلمين او الاخوه الغير مسلمين ما يبصوش على التباينات دي يقولوا اه هناك تناقض هو ليس هناك تناقض التناقض يكون انه في حقيقه وهناك حقيقه بتنفيها لكن هناك تباين في واختلاف في بعض التفاصيل هذا الاختلاف الظاهري لو احنا حابين بقى الكنيسة الاولى كانت حابة انه من الاول تنهي الموضوع وتلعب في المخطوطات كانت تعمل ايه كانت تحبك القصة كويس وتحاول انها تجعل كل الاختلافات دي غير موجودة فيد التحريف لم تمتد لهذه الاقوال فاول ما يفعله الذين يحرفون شيئا من كتاب هو حذف العبارات التي تبدو أنها مختلفة يعني لو عايزين نحرف اي حاجه خلينا الاول نتفق ان احنا نحط دون ونشيل اي اختلافات ما بين الاناجيل الاربعه وده لم يحدث. الحقيقه الثانيه اللي بيقدمها لنا هذا التباين لا يوجد بين كتبه الانجيل اي تواطؤ يعني هنا يعني التواطؤ بمعنى ايه؟ بص أنا هكتب التفاصيل دي بس خلي بالك لما تيجي أنت تكتب وبأكتب زيها علشان ما يبانش إن إحنا بنكذب أو ما يبانش إن إحنا بنألف هناك لا يوجد تواطؤ بين كتبة الأناجيل كويس أبدا على كتابة الخبر هو حبك التفاصيل حتى يعني طبعا المتواطئون الذين يتواطؤون على كتابة خبر ما هو حبك التفاصيل حتى لا يبدو بينها اختلاف ده دايما المتواطئين بيعملوا كده. كويس؟ بيحاولوا انه انه يحبكوا القصه علشان ما يكونش في هناك اي اختلاف. التباين بقى والجزء الاخير زي ما قلت آه الاستاذ آه العقاد آه في آه كتابه عبقريه المسيح قال آه ستيتمنت عباره جميله جدا وهو بيتكلم عن هذا الاختلاف تستحق ان احنا نقف عندها، واحنا عارفين انه طبعا الاستاذ العقاد واحد من المفكرين العظماء اللي انجبتهم مصرنا العزيزه فبيقول ايه؟ بيقول في عبقريه المسيح وفي صفحه 126 انه اذا اختلطت الروايات في اخبار السيد المسيح فليس في هذا الاختلاط بدع ولا دليل قاطع على الانكار. لان الاناجيل تضمنت اقوالا في مناسباتها لا يسهل القول باختلافها يعني صعب جدا ان احنا نقول ان هذه الاقوال هناك اختلاف بينها اذ ان مواطن الاختلاف بينها معقوله مع استقصاء اسبابها والمقارنه بينها وبين اثارها كما ان مواضيع الاتفاق بينها تدل على انها رساله واحده من وحي واحد كتبه أناس الله القديسون مسقينا من الروح القدس لا يوجد تباين وتناقض بين الروايات المختلفة لكن هذا التباين الموجود هو دليل على مصداقيتها وليس دليل على عدم مصداقيتها حقائق مرتبطة بقى بقيامة المسيح هناك ثلاث حقائق مهمين جدا بنواجه بهم ونحن ندرس عن قيامه المسيح وطبعا قدام هذه الحقائق بتيجي افتراضات اخرى نتكلم عنها بالتفصيل لكن الحقائق المرتبطه بقيامه المسيح ثلاثه حطيتهم بالشكل ده ثلاث حقائق الحقيقه الاولى والحقيقه الثانيه والحقيقه الثالثه الحقيقه الاولى المرتبطه بقيامه المسيح هي حقيقه القبر هناك قبر فارغ هذا القبر وجد فيه الاكفان موضوع والمندين ملفوف في ناحيه اخرى لكن جسد المسيح ليس بموجود وحتى القبر هذا موجود الى يومنا هذا القبر الفارغ المسيحية منذ نشأتها القبر الفارغ واحد من الأمور الهامة جدا المرتبطة بقيامة المسيح حتى اللي بيزوروا النهاردة قبر المسيح مش بيزوروا قبر المسيح علشان يتباركوا بعظام المسيح اللي موجودة زي ما بقيت القبور كويس لكن بيروحوا هناك علشان اشكروا الله من اجل قيامة المسيح. وتدخل تزور وتشوف قبر فارغ. ما فيهوش حاجة. هذه الحقيقة ذكرها الاربع اناجيل انه القبر فارغ. كويس؟ هنيجي طبعا لنظريات كثيرة متعلقة بالقبر الفارغ لكن دي حقيقة على الاقل لا يمكن احد انه ينكرها وهي انه قبر المسيح منذ ان آآ آآ الأحد الأول من الأسبوع بعد صلب المسيح وهذا القبر فارغا إلى يومنا هذا هذا القبر فارغ نفسرها ازاي دي بقى كويس حقيقة الثانية تلاميذ المسيح اختبروا وتقابلوا مع يسوع المقام ومش واحد ولا اتنين لكن كلهم كلهم تقابلوا مع المسيح المقام ونيجي يمكن للنظريات تقول لك انه لا ده ده مجرد هلوسينيشنز ده مجرد, مجرد خزع هلوسة, هلوسه هلوسه كانهم كانوا بياخدوا مثلا سوري يعني مخدرات دماغهم ضربت طب الهلوسه يعني ممكن الواحد يصدق ان واحد هلوس انما التلاميذ الهلوسه ما بتجيش جماعه يعني هي ليست وباء مثلا زي الطاعون او غيره يصيب جماعه من الجماعات كويس ده الهلوسه ده مرض عقلي يصيب شخص لكن ازاي انه إن يصيب جماعه ازاي يصيب هذه الجموع الكثيره من التلاميذ وال70 وال فيما بعد حاجة الاخيره حقيقه قيامه المسيح كانت هي قلب وجوهر البشاره بالانجيل وانتشار المسيحيه في كل العالم. ازاي دي بقى؟ المقبر الفارغ ان المسيح قام من بين الاموات. هذه الحقائق الثلاث هنتكلم عنها بالتفصيل في الحلقه القادمه فالى ان نلتقي لكم منا سلام المسيح والى اللقاء.